شارع الأهرام واحة الجمال في مصر الجديدة، شارع رغم إنه مش طويل لكنه من أوله لآخره هتحس فيه بالانبهار. تعالوا معايا نتمشى في شارع الأهرام في حي مصر الجديدة الجميل. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا من هنا من شارع إبراهيم اللقاني بعد ما سيبنا ميدان روكسي، وحنزور مع بعض واحد من أجمل شوارع مصر ومن أجمل وأروع شوارع مصر الجديدة، وهو الشارع اللي بيقطعنا يمنا وشمالنا دلوقتي، وهو شارع الأهرام، شارع الفخم والتمشية اللي فيه اللي ليها رونق مختلف. احنا كده عدينا الشارع ولسه موجودين في شارع ابراهيم اللقاني، وعلى يمنا قصر الاتحاديه، والاتجاه اللي احنا ماشيين فيه هو اللي رايحين فيه للقربه منطقه الخياليه في مصر الجديده، لكن احنا هنلف ونرجع عشان نزور شارع الاهرام. وزي ما بيلفت نظرك في وسط البلد الطرز المعماريه الرائعه للعمارات هناك، فلو انت بتتمشى في مصر الجديده اكتر حاجه هتلفت نظرك شكل العمارات وشكل التصميم المدهش للعمارات واللي بتدل على ذوق رفيع جدا. كان الشارع اللي لسه معديين من عليه ده كان شارع بغداد، وهو اللي بيدخلنا لمنطقه الكربه في مصر الجديده، لكن احنا لفينا بالفعل وهندخل يمين من الشارع الرئيسي اللي جاي واللي متسمي على اسم الأهرام اللي كلنا بنعتز بوجودها في مصر الحبيبة. يمكن لو رحنا للجيزة كده فشارع الهرم في الأصل اسمه شارع الأهرام، ولكن يمكن الناس من زمان اتفقوا ان هم يسموه شارع الهرم ففضل مكمل بالاسم ده. لكن شارع الأهرام بقى اللي موجود واللي احنا بنزوره النهاردة واللي هو مسار حلقتنا هو اللي موجود في حي مصر الجديدة. لو كملنا على طول في الشارع ده هنوصل لميدان روكسي، ومنه لشارع القبة وسرايا القبة، ولو دخلنا بقى يمين هندخل من بعض الشوارع الرئيسية في مصر الجديدة. لكن احنا دخلنا هو بقى على شارع الأهرام، الشارع الواسع في مصر الجديدة، الشارع الحيوي، الشارع التجاري، الشارع الرائع واللي فعلا هتحب انك تزوره وتتمشى فيه. شارع الاهرام بيبتدي من عند كنيسة البازيليك اللي موجودة في وشنا من بعيد دي، من شارع البارون او شارع نزيه خليفة، وبينتهي في شارع المرغني زي ما هنشوف مع بعض. احنا طبعا في مصر الجديدة في الحي اللي فضل متمسك بالرقي والجمال بتاعه على مر السنين. الحي اللي احنا موجودين فيه ده حي من الاحياء التاريخية واللي مليان بالمعالم الاثرية والاصول. كان حي مصر الجديدة انشئ سنة 1905 على ايد مليونير بلجيكي اسمه البارون امبا، وموجود هنا في الحي القصر الخاص بيه او اللي هو قصر البارون، وكمان البارون امبان اتدفن هنا في الحي وفي قبو تحت كنيسة البازيليك الموجودة قصادنا واللي موجودة في نهاية الشارع اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين. يعني بصراحة جمال العمارات هنا خيال وروعة مش طبيعية. راجل كان حريص انه يعمل كوكتيل كده من الطرز المعمارية الغريبة الإسلامية والأندلسية والغربية. وأجمل حاجة ان أهالي مصر الجديدة فضلوا متمسكين يعني بالتقاليد والجمال بتاع الحي ده، وفضلوا محافظين على الحي من التغيرات الكتير اللي حصلت ومرت في تاريخ مصر، عشان زي ما حضراتكم شايفين نشوف الحي النهاردة وبعمراته اللي مش ممكن تصدق جمالها. زي ما حضراتكم شايفين بيقطعنا يمنا وشمالنا شارع البارون واللي كان اسمه شارع نزيه خليفة، ولكن هو رجع لاسمه القديم اللي كان متسمي باسم البارون، والشارع ده هو اللي في نهايته بتطلع على شارع العروبة يكون قدامك على طول قصر البارون. لفينا هو زي ما حضراتكم شايفين على يمنا الحرية مول، برضو واحد من المعالم الشهيرة هنا في شارع الأهرام وفي مصر الجديدة بصفة عامة، خروجة مهمة لسكان مصر الجديدة موجود فيها عدد كبير من المحلات والبراندات. الشوارع اللي على يمنا هنا بتدخلنا وبتودينا على الشوارع المتفرعة من ميدان روكسي واللي كلها محلات بتبيع كل حاجة تقريبا، ملابس وأحذية وأقمشة وإكسسوارات وحاجات تانية كتير هتلاقوها في الشوارع اللي بتقابلنا يمنا في الجزء اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. هنعدي الجزء ده بقى وهنلاقي على يمنا برضو معلم من معالم شارع الأهرام، وهو سينما نورماندي، واللي يمكن ليها سينما شتوية مقفولة وسينما صيفي، وكانت يعني نورماندي الشتوية دي بتعرض كل جديد من إنتاج السينما العالمية، وسينما روكسي كان بتعرض كل الجديد من إنتاج السينما المصرية. أقرب محطة مترو لو جاي هنا لشارع الأهرام هي المحطة اللي متسمية على اسم الشارع، وهي محطة مترو الأهرام اللي موجودة في شارع البارون قدام قصر ألفريد شماس بيك.
زي ما حضراتكم شايفين على يمنا هو شارع رمسيس، ولسه مكملين طريقنا في شارع الأهرام، واللي قلت لكم إنه بيبتدي من شارع البارون اللي عديناه ورايح بينا لغاية ما نوصل لشارع المرغني، وهنلف من شارع المرغني وهنرجع ندخل شارع الأهرام من نفس الاتجاه مرة تانية، وهنزور بعض الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع الأهرام. زي ما حضراتكم شايفين في على يمنا دلوقتي كافيتيريا الأمفتريو أو الأمفتريو، واللي عمرها حوالي 100 سنة، وبرضه من المعالم المهمة جوه شارع الأهرام، واللي اتبنت سنة 1922. كان ملاك المطعم الأصليين من اليونان، وكلمة أمفتريو من يعني جاية من الشخصيات الأسطورية الإغريقية. مكان متقسم من جوه لخمس أقسام، ثلاث أماكن مخصصة للقهوة المفتوحة، ومطعم اسمه شي باسكال. الشاي والقهوة بالذات في الكافيتيريا كل الناس بيقولوا عليهم يعني طعمهم خيالي جدا جوه المطعم اللي موجود على يمنا دلوقتي، واحنا هنقطعنا دلوقتي شارع ابراهيم اللقاني زي ما حضراتكم شايفين. ما زالت عمارات مصر الجديدة المدهشة موجودة على يمنا اهي، وموجود على شمالنا قصر الاتحادية. زي ما بقول لكم هتستمتعوا جدا بمشاهدة العمارات الرائعة اللي موجودة ده جوه مصر الجديدة. على يمنا دلوقتي سينما من السينمات القديمة هنا، وهي سينما بلس، وهي مقفولة حاليا، وما زال مبناها بنفس الشكل القديم وبيتم ترميمها وتجديدها. مصر الجديدة مليانة قصور ومباني تاريخية وقديمة تخليك عايز تحول المنطقة لمتحف مفتوح، بس للأسف مش كل المباني دي مسجلة كمباني تاريخية. احنا كده خارجين على شارع المرغني، وقدامنا نادي هليوبوليس المشهور هنا في مصر الجديدة، واللي أنشئ سنة 1910، ويمكن أنشأته الشركة اللي أسس البارون امبان لإنشاء حي مصر الجديدة. ويمكن كان البارون هو رئيس مجلس الإدارة للنادي من إنشائه لغاية سنة 1922. شارع بقى المرغني اللي احنا طلعنا له دلوقتي يعتبر برضه من الشوارع المهمة، وبيمتد من شارع الخليفة المأمون في الاتجاه اللي احنا رايحين فيه دلوقتي، ولو هيقاطعنا ساعة ما هنكون بنلف ونرجع، وبيكمل معانا لشارع أبو بكر الصديق في مصر الجديدة، وبيعدي شوارع العروبة وشوارع الثورة، شارع من الشوارع الطويلة في مصر الجديدة. احنا زي ما بقول لحضراتكم لسه ماشيين في شارع المرغني غني، وهنلف من اليوتيرن اللي جاي دلوقتي، وزي ما حضراتكم شايفين بقى الشارع اللي بيقطعنا يميننا وشمالنا دلوقتي هو شارع الخليفة المأمون. لو دخلنا يمين هنروح على ميدان روكسي، ولو دخلنا شمال وكملنا على طول هنروح على ميدان العباسية، لكن احنا بنلف وهنرجع ندخل شارع الأهرام. وزي ما قلت لحضراتكم هنتمشى شوية بقى في الشوارع الجانبية المتفرعة منه عشان نشوف شكل المنطقة ككل، لاني دايما عندي ايمان انك لو ما مشيتش في الشوارع الفرعية فانت ما تعرفش حاجة عن المنطقة بصفة عامة. معظم الناس بيروحوا المناطق وبيمشوا في الشوارع الرئيسية وبيتخيلوا ان هم كده زاروا المنطقة، لكن ادخل كده في دروب ودهاليز كده الشوارع الرئيسية جوه اي منطقة، هتحس انك فعلا بدأت تتعرف على المنطقة وبدأت تتعرف على الناس اللي ساكنين في المنطقة بشكل اكبر. هتلاحظوا ان هنا العمارات تقليدية شوية ومختلفة عن الشكل والطابع والطراز اللي موجود في شارع الاهرام وميدان روكسي ومنطقة الكربة، ويمكن عدد الادوار في العمارات هنا هتحسوا ان هي اكبر بكتير. ولسه موجود على يمنا نادي هليوبوليس، وراجعين مرة تانية لشارع الاهرام، وهندخل اهو الشارع من الجزء اللي جاي شمال دلوقتي. كان البارون امبان لما بنى الحي هنا كان ليه كلمة قبل انشاء الحي بيقول فيها ان هو عايز يبني مدينة هنا ويسميها هليوبوليس، مدينة الشمس، وكان بيقول اريدها مبهرة، والاهم انها تحافظ على عادات وتقاليد البلد اللي هو عايش فيه. يعني اعتقد واحنا بنلف وبنتمشى في مصر الجديدة شايفين ان حلم البارون اتحقق فعلا، ومصر الجديدة فضلت محافظة على شكلها ورقيها وجمالها، وفضلت تحارب تغيرات الزمن، وفضلت تعافر انها تحافظ على المستوى المدهش للعمارات والمستوى سكان الحي. احنا بالفعل لفينا وبقى موجود على يمنا دلوقتي قصر الاتحادية، واللي كان فندق اسمه جراند اوتيل، وبعدين بقى اسمه فندق هليوبوليس، وفي الستينات كان مقر لعدد من ادارات الوزارات الحكومية، وفترة رئاسة الرئيس السادات بقى القصر مقر لاتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا،
ومن ساعتها اتعرف باسم قصر الاتحادية، وفي الثمانينات وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك حوله لقصر رئاسي. احنا رجعنا مرة تانية لشارع إبراهيم اللقاني، ورجعنا لمتعة العمارات ومتعة وروعة تصميم المباني، ولو عبارة عن خليط ما بين الطابع الغربي والطابع العربي الإسلامي. هنلف من قدام شارع بغداد، وهنرجع ندخل زي ما قلتلكم عدد من الشوارع المحيطة بشارع الأهرام في مصر الجديدة. مصر الجديدة عموما بتجمع بين حاجتين مهمين جدا، هما الهوية المصرية والحداثة. يعني ازاي تحس انك بتعمل مدينة بتجمع ما بين الأصالة والمعاصرة. يعني النتيجة زي ما حضراتكم شايفين كانت مصر الجديدة اللي احنا بنزور واحد من شوارعها النهاردة، هيكون لنا عدد كبير من الزيارات جوه مصر الجديدة. البواكي اللي تحت العمارات او الباكيات دي بتكون زي شمسية كده للي بيتمشى على الرصيف وبيتفرج على المحلات، بتحميه من الشمس والمطر وبتخلي متعة التمشية اكبر وأأمن. احنا بقى دلوقتي دخلنا هو من شارع الصومال، وبنستكمل جولتنا جوه دروب الشوارع المحيطة بشارع الأهرام. هنحس هنا بقى قد ايه نسبة التشجير موجودة جوه شوارع مصر الجديدة، وهتحس في الشوارع الجانبية بالهدوء والرقي بشكل كبير. يعني يمكن هي دي كانت فكرة البارون، ان كل حاجة تكون قريبة من بعض، ولكن الشوارع الفرعية تكون اهدى بكتير. انت بتتمشى في شوارع مصر الجديدة، يعني زي ما حضراتكم شايفين شوارع الفرعية تحس فيها بالهدوء والرقي، وانت بتتمشى برضو في شوارع مصر الجديدة الرئيسية هتحب الزحمة، لان وانت واقف بالعربية هترفع عينيك لفوق وتتفرج على العمارات والمباني الجميلة. احنا دخلنا من شارع الصومال على شارع رمسيس، وما زلنا بنتمشى في الشوارع المحيطة بشارع الأهرام، ومن شارع رمسيس هنخرج على شارع الأهرام بالفعل. يمكن واحنا بنتكلم عن مصر الجديدة، مصر الجديدة مش جديدة، ولكنها بترجع لبدايات القرن العشرين زي ما قلنا، وزي ما جه المليونير البلجيكي واتعملت شركة اسمها واحات عين شمس، واللي اسمها دلوقتي شركة مصر الجديدة، كان الهدف هو انشاء خط سكة حديد وخطوط رمي عشان يربطوا بيه وسط البلد اللي وسط القاهرة وبالمدينة الجديدة، واتفقوا معاه انه ينشئها هنا على مساحة 25 كيلومتر مربع. عايز اقول لكم ان عموما فكرة ان انت تنشئ مواصلات وبعدين تنشئ مدينة، ده موضوع بيبقى مميز جدا عشان الناس تقدر ان هي تقبل على السكن في المناطق دي. احنا رجعنا مرة تانية لشارع الأهرام الجميل، وما زلنا جوه شوارع مصر الجديدة، والشارع زي ما حضراتكم شايفين هو شارع تجاري، كل الشوارع المحيطة بيه برضو شوارع تجارية ومليانة محلات، ويمكن كمان هو شارع خدمي ومليان أماكن للترفيه والتسوق وسينمات وجناين. هو شارع منه بتقدر تنتقل لمناطق مهمة جدا جوه مصر الجديدة. احنا دخلنا دلوقتي على شارع إبراهيم اللي بيربط شارع الأهرام بشارع بغداد، واحنا دلوقتي نعتبر موجودين في الكربة، والشارع هنا هو اللي هيطلعنا مباشرة على ميدان الكربة. يمكن بس جريت الفيديو شوية، ولكن انا مش هطلع بقى على ميدان الكربة، وهندخل برضو من شارع من الشوارع المحيطة بشارع الاهرام او بميدان الكربة، وهو شارع المسلة اللي احنا دخلناه دلوقتي حالا. زي ما حضراتكم شايفين بقى موجود على يميننا دلوقتي محل من محلات العصير، والشوارع الجانبية هتلاقوا فيها بقى بعض المحلات اللي موجودة، وهي هتبقى محلات خدمية، هتلاقوا فيها محلات للخضار والفاكهة، هتلاقوا فيها افران العيش، هتلاقوا فيها محلات البقالة عشان تخدم كل المباني والعمارات والسكان اللي موجودين في مصر الجديدة. شارع هنا شارع المسلة لو كملناه على طول وقبل تقاطع شارع البارون هتلاقوا فيه المعبد اليهودي اللي موجود في حي مصر الجديدة، واللي يمكن حكيت قبل كده ان هو ممكن نسميه مجمع للأديان. احنا هندخل بقى من شارع المسلة على شارع شريف، وهو الشارع اللي هيرجعنا مرة تانية على شارع الأهرام، وحنكون مباشرة قدام الحرية مول، هو اللي باين من بعيد زي ما حضراتكم ملاحظين، وملاحظين كمان ان مش كل الشوارع فيها محلات، يعني الانتقال ما بين الضوضاء والهدوء بين كل شارع وشارع. زي ما حضراتكم شايفين على ناصية الشارع هنا موجود محل أبو عمار السوري، يعني بتاع المشويات، وموجود كل الخدمات موجودة جوه حي مصر الجديدة بشكل كبير. طبعا البارون إمبان لما جه مصر كان شايف ان مصر فرصة مهمة للاستثمار، وانه لازم يستغل الفرصة دي، وخاصة ان الخديوي اسماعيل كان لما عمل القاهرة الخديوية كان حلمه انه يحول القاهرة لنسخة من باريس، حتى انهم كانوا فعلا بيسموها باريس الشرق.
والبارون بدأ شغله في مصر قبل إنشاء الحي هنا بحوالي 10 سنين، يمكن كان سنة 1896 لما اشتركت شركة من شركاته في عمل الترام اللي اتعمل في القاهرة. زي ما حضراتكم شايفين ادي على يمنا هو كاتدرائية البازيليك اللي موجودة هنا، واحنا دلوقتي موجودين في شارع البارون اللي هدخل معاكم جواه، وهنمشي شوية في زي ما قلت لكم في الشوارع المحيطة بشارع الأهرام، وعلى يمنا حديقة البازيليك زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، وكمان بعديها بتلاقوا شارع حفيظة الألفي، والشارع ده هو اللي بيطلعنا على شارع بيروت، وموجود فيه مسجد حفيظة الألفي واللي اتبنى سنة 1930 وهو من معالم حي مصر الجديدة. عايز اقول لكم البارون بقى نرجع له ونقول ان هو لما قرر يجي مصر ويعني يخرج بره القاهرة القديمة ويبني مدينة جديدة وسط الصحراء كانت الناس بتتهمه بالجنون، ويمكن هو كان ليه رؤية مختلفة، وعشان كده اتسمت المنطقة اللي احنا فيها بحي مصر الجديدة. طبعا الاراضي هنا ساعتها كانت ببلاش، يعني بيقولوا ان الفدان الواحد كان بجنيه، لكن زي ما حضراتكم شايفين احنا بقينا في توسع كبير عمراني للقاهرة، وده اللي حصل ساعتها، وكمان التوسع ده بدأ يزيد ويزيد ويزيد مع بعد كده التجمع والقاهرة الجديدة، ودلوقتي في العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الجديدة. دخلنا كده على شارع دمشق الشهير هنا، واللي يعني ممكن هو شبيه كده بمنطقة التوفيقية في وسط البلد، مليان محلات قطع غيار وكماليات العربيات، لكن السكان هنا بيشتكوا جدا من الزحمة والدوشة الرهيبة اللي موجودة هنا في الشارع. شارع دمشق اللي احنا فيه هو امتداد شارع هارون الرشيد، وبيكمل معانا لغاية شارع إبراهيم اللقاني القريب جدا من ميدان روكسي. عايز اقول لكم ان اي معماري او اي حد بيفهم في عمليات التعمير لاي منطقة جديدة، وخاصة لو كانت منطقة موجودة بعيد عن وسط البلد او بعيد عن وسط اي مدينة او مكان جديد موجود في الصحراء، يعرف كويس انك لو خلقت وسائل مواصلات متنوعة قبل حتى ما تبني اي مبنى هيكون سهل جدا انك تعمر المكان، لان الناس مش هيكون عندها مشكلة في الانتقال من اماكنها واحيائها او من اشغالها لبيوتها والعكس. وده اللي عمله البارون لما انشأ الحي اللي احنا موجودين فيه، عشان وجود الترام اللي كان بيجي من وسط البلد من شارع فؤاد او شارع 26 يوليو بيكمل طريقه عشان يوصل لمعظم مناطق مصر الجديدة، ويمكن كان بيوصل لميدان الكربة، كنا حكينا القصة دي قبل كده، وعشان كده اتسمت الكربة عشان الكمساري البلجيكي لما كان بيقول ان احنا وصلنا لكرب اللي هي الحواديية اللي موجودة في ميدان الكربة. زي ما حضراتكم شايفين على يمنا هو جراج روكسي، واحنا لسه موجودين في شارع دمشق، والاتجاه اللي احنا فيه ده هو اللي هيوصلنا لروكسي، وهندخل بقى من شارع دمشق لشارع رمسيس، عشان في جزء تاني بعد ما سيبنا محلات قطع غيار العربيات او الكماليات وبقينا يعني زي ما حضراتكم شايفين كده وكأننا انتقلنا من محل الكماليات العربيات لمول تجاري، ولكن هو مول مفتوح، منطقة مليانة بمحلات الهدوم والشنط والفساتين والاكسسوارات، لان دلوقتي في المنطقة التجارية المحيطة بميدان روكسي واللي بيلجأ ليها عدد كبير من سكان القاهرة كلها مش مصر الجديدة بس، عشان يشتروا منها كل احتياجاتهم، ده عشان السعر المميز للمنطقة هنا والتنوع الكبير اللي موجود في المحلات. الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه هيرجعنا مرة تانية لشارع الأهرام، مسار حلقتنا النهاردة. شايفين قد ايه التنوع الموجود في مصر الجديدة؟ حياة يعني متكاملة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. احنا زي ما حضراتكم شايفين لسه ماشيين في شارع رمسيس، والشارع اللي هنخرج عليه دلوقتي اهو شارع الأهرام، وحنكمل طريقنا لميدان روكسي وننهي رحلتنا هناك في الميدان الجميل. يعني شوارع متفرعة من شوارع رئيسية بيتفرع منها شوارع فرعية وجانبية، وفي كل شارع من الشوارع موجود حكاية، وفي كل شارع من الشوارع موجود مجموعة من المعالم اللي بتميز حي مصر الجديدة زي ما حضراتكم شايفين. نرجعنا مرة تانية لشارع الأهرام، وحندخل منه على شارع إبراهيم اللقاني من جنب المطعم المشهور، وحنوصل زي ما قلت لكم لميدان روكسي، وعند ميدان روكسي هننهي رحلتنا النهارده. عايزين نقول رغم جمال وتصميمات مباني مصر الجديده
إلا أنها لما اتعملت كان الشكل ده غريب على الناس، وكان ليه ناس بينتقدوه بشكل كبير عشان يمكن شكل الأبب اللي احنا هنشوفها دلوقتي ما كانش منتشر بشكل كبير ساعتها، ويعني كانوا شايفين ان الشكل ده بيليق اكتر بالمساجد وما بيليقش بالمباني السكنية. يمكن هو هندخل من شارع ابراهيم اللقاني، وادي بقى هتلاقوا هي يمكن الأبب هي بدأت تبان قدام حضراتكم، والشكل ده كان الناس بينتقدوه بشكل كبير. لكن في بعض الناس قالت لا، ده نوع من انواع التنوع وشكل فن معماري جديد، وانه هيكون يعني واحد من اكبر عوامل الجذب للاجانب في ان هم يحققوا احلامهم ان هم يعيشوا في بيوت شبه بيوتهم اللي كانت موجوده في اوروبا. كمان وجود طابع شرقي فيها كان بيخليهم سعداء بشكل اكبر، لكن زي ما شفنا شارع المرغني وشفنا المباني الاحدث وزي في اختلافات كبيره بين المباني وبعضها، وان الشكل اللي بدات عليه مصر الجديده كان يعني شكل من الاشكال المدهشه والرائعه جدا. موجودين دلوقتي نعتبر في ميدان روكسي، على يمنا دلوقتي حديقة غرناطة، واتمنى ان رحلتي النهاردة اللي كانت في شارع الاهرام تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، مهم جدا تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.